معاكي اطفال للتعليم؟ هو انت تعالى سلم، تعالى تعالى. وانت اللي جيت لنا واحنا بنصور؟ اسمك ايه؟ رحيم. اسمك ايه؟ رحيم. رحيم، بتتعلم؟ تعلم قرآن؟ ما بدأش ليه؟ هو لسه سنه صغير شوية. ليه اخوات هنا بيتعلموا؟ اخويا انا ربنا يبارك لك. هما بيجوا كل يوم ولا ثلاث ايام في الاسبوع؟ لا ثلاث ايام. اخو اللي موجود اكبر منه؟ في الجزء الثاني ولا؟ هو لسه في الجزء الاول، جزء عام لسه. لسه الصور قصيرة. تستمر معاهم؟ طبعا طبعا طبعا. ربنا يبارك لك. جدا. شكرا يا سيدي. رحيم. شكرا رحيم. عارف في واحد بيلعب كوره اسمه رحيم ستيرلينج؟ عارفه؟ انت بيلعب فين؟ بلعب في النادي. في النادي هو بيلعب في النادي. ربنا يخليهم. ربنا يخليهم. ده اللي احنا عايزين نبحث صحيح. عنه اللي هو التعايش الاسري مع القران الكريم. صحيح. وبعدين حاليا دلوقتي كمان احنا يعني نسقنا مع مجلة نور للأطفال. ودي من ضمن الأزهر الشريف. وجبنا مجموعة من الأعداد بحيث ان احنا نقدر نتعايش مع الأطفال. واحنا بنقدم لهم المعلومة. تمام. ما تبقاش المعلومة يعني فقط مع القرآن الكريم هو الأساس. نعم. تمام. ولكن الطفل يحتاج بعض النصائح. بعض التوجيهات. من أجلها تفضل راسخة في ذهنه. لأنه تعلمها فين؟ تعلمها في الأزهر. ولن نكتفي بالجامع فقط، وانما هذه صوره مصغره بنعكسها على مستوى ال 507 فرع اللي فضيله الامام وجه ان خلال هذا العام يكونوا 1000 فرع. يعني من 507 لألف. انت بتتكلم سبع شهور، انت بقالك سبع شهور. بالضبط. بقالك 507. انا معايا شهر 9 و10 و11 بقى 500000. بالضبط. بنهايه العام الحالي انا المفترض يكون عندي 1000 فرع. ألف فرع. ألف فرع. ألف فرع. طب هتقدر تستوعب فوق ال 500 ألف بقى اللي عندك على الموقع؟ هو حاليا يعني الاستيعاب بيبقى قايم عندي على عدة أسس. أول حاجة توفر المحفظ. المحفظ إذا كان موجود بضطر إن أنا أديله. المحفظ لو عندي 50 طفل. بيوضع 50 طفل بواقع حلقتين. كل حلقة 3 أيام. والحلقة 25 طفل. فبيبتدي إن أنا إذا أنا لما أقول إن أنا عندي 5000 محفظ. إذا معاهم ربع مليون طفل. فالألف فرع دول هيبقى المتوقع في ال 5000 حاليا فرع. ربع مليون. الربع مليون طفل ب 5000 محفظ. فإذا إحنا بنتكلم من النقطة الثانية. أنت حافظة قرآن؟ أهلا وسهلا. حافظة سورة إيه؟ طب حافظة نطاق الكوثر؟ إن أعطيناك الكوثر. فصلي. فصلي. فصلي لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. يبقى لها قد إيه؟ ده ما كملتش شهر. ما كملتش شهر. طب معلش ده إن شاء الله هتبقى زي الفل. لا هي طبعا وهي كفاية الجرأة اللي عندها. هي طبعا متشوقة إنها تحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، كل والله أحد. يلا. معلش معلش معلش. انت مسامحاني في اللقمه اللي انا خدتها منك؟ مسامحاني في اللقمه اللي انا خدتها منك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يخليك. اسمك ايه؟ ده بيقول اماني. حافظه كل والله واحد يا اماني؟ ما هو بتقولي قولي كل والله واحد. يلا ها. كل هو الله احد. الله الصمد. ولم يلد لم يلد. سلام ورحمه الله. لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد. برافو عليك، شطوره يا اماني. بس انت عايزه ايه بقى؟ تعملي ايه بقى؟ تعالي يا هاني تراجع شويه بقى. عايزه تراجع شويه. عليكم السلام ورحمه الله. انا وسهلا. نور على نور. انا وسهلا. الله يحفظكم. بسم الله ما شاء الله. انا جيت هنا من 7 سنين. الله اكبر. كان الجامع بينظفوا فيه وحلقات شغاله وعلى قدم المواساه. والله العظيم انا ما شفت ادب ولا ذوق ولا معامله ادميه وزي الفل غير هنا. احنا انا من جامع عمرو على فكره، وجامع عمرو بيوضبوا فيه وبيعملوا فيه، بس هنا بسم الله ما شاء الله على الاساتذه والشيوخ والناس. انت بتيجي تعمل ايه هنا؟ بحفظ قران ما شاء الله. الله اكبر. انا امتحنت النهارده وناس زي الفل وبيعاملوا الناس استني جميل. استني 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 استني. امتحنت النهارده. امتحنت النهارده. انا كنت فاكر الموضوع لا. يعني اطفالي قوي. لا اطفال وكبار بتتكلم. كنت حضرتك جوه؟ كنت بمتحن دلوقتي. يعني انا عندنا فوق ال 30. بلاش اقول سن كام. لا وال70. فوق ال70. لحد ايه يعني؟ بلاش انا سن معين. وال70. لحد جزء كام كنت حضرتك؟ احنا 3 اجزاء النهارده. بقالك قد ايه بت انا امتحنت من سنتين. الحمد لله. وبعدين رجعت تاني لان القران عزيز. بيتنسي.
فانا قلت هستمر لما اتكل على الله. حلوه ده فضلت الله. لسه جايه جديده شكل. لسه جايه جديده آه. ببني عشان يتعود يجي المكان هنا على طول. هو ده ده عشان يتعود على المكان. تتكلم؟ ايه تتكلم؟ تعرف اسمك ايه؟ زين. اسمك ايه؟ يا عمي اسمك ايه يا عم؟ يا عم اسمك عشان يتعود على المكان. ربنا يخليه المكان ما شاء الله. لا ربنا يخليه. ربنا يخليه ربنا يبارك فيكم دايما. ربنا يبارك فيكم دايما. ايه دول ده ايه؟ ها بنتعلم قران ولا جايين نعمل ايه؟ والله حافظنا لحد سوره كام او سوره ايه؟ البينه. البينه. طيب يعني انت حافظه من اول الحمد لله رب العالمين لحد البينه. وانت يا معلم برضه لغايه البينه. اسمك ايه؟ ريان. ريان. وانت؟ روضه. موده. جميل. اه احنا سجلنا معاك. انما ايه الاسماء الحلوه دي؟ ها موده وروضه وريان. ها بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليهم. ربنا يخليهم. دكتور هاني انا بشكرك شكر جزيل على الاطلاله البسيطه دي على الحاله. والمفروض هنخش جوه بقى نشوف الـ نعم. الاستمرار جوه الدنيا. نعم نعم. اتفضل. توفيق ان شاء الله. اتفضل. اتفضل.